الطبلة هذه من قديم من حياة الشيباني لها، وأنا توفى الشيباني إحنا ورثناها ما تبوش نقطعوا العادة يراجوا فيها. إيه نعم يراجوا فيها مراجعة. هذا عندك الشيبين والعزايز فرحانين بها، وعندك الشباب الأطفال هذوم الصغيرين حتى هم فرحانين بها زين. الكروسة متاع تعرفوها أنت من اللي في السوق متاع الشاهي دي ثلاثة قمم دي ايه هذه كانت ترشيك له يقولوا لها ايه كنت نخدم عليها ندير عليها في الشاي واللوز والكاكاوية والناس فرحانة بها والناس كروس هذه أنا وقفت عليها على أساس كرعية ذي العملية قبل رمضان. والله شو بقول لك هي أول حاجة أنا كرعية ذي العملية وما أقدرهاش كروسة صعبة شوي. والله عملية كذا كرعية ملطة السكر المشكلة تبي كراعي كروسة دفان وتبي مشي وتبي والله تقعد مجلسنا هذه كل رمضان قاعد ندوره في الشاي احنا والشيبين المباركين هذا متعودين بها شهر رمضان كامل شهر رمضان كامل متعودين بها كل عام اسبوع العيد يوم العيد يوم المزار ندوره فيه انا لقط من الدنقة هذه النوبة فلوس وندير بهن في معناها وجبة للناس والشاهي والناس دي تشرب في الشاي هنا ويشربوا في ياكلوا في اللحم وياكلوا في معناها وجبة 30 40 مقعد يطلع كل عيد انا مستمر اني ماني مبطلها لين الموت كان ربك يرفع مادة.